متتبعي الكرام متتبعي قناة شوف تي في، نتم الآن على المباشر من مدينة تازة. هذه الجولة الصباحية من مدينة تازة، جولة إن شاء الله نشوفوا كيف استقبلوا الناس خبر أن المطاعم تفتح والمقاهي تفتح. نديروا جولة نشوفوا واش ماشي تفتح ولكن خدمة الطلبات السريعة بمقاهي ومطاعم مدينة تازة. سي جسام سي سعيد، وعليكم السلام يا أخي سعيد، مرحبا بك على قناة شوف تي في يا أخي سعيد، تحية. جولة في المدينة، عليكم واحد لايف صباح الخير، جمعة مباركة، صباح الخير أختي لميا، مرحبا بك في هذا البث المباشر من مدينة تازة. متابعي الكرام مرحبا بكم على هذا البث المباشر وجولة بمدينة تازة، جولة وباش ما ننساش جو جميل هذا الصباح ورائع ممتاز، هذا الجو جميل ورائع وممتاز، وجمعة مباركة متتبع الكرام. خويا عبو يوسف، خويا عبد الله صباح الخير اخي عبو يوسف، عويطة التازي مرحبا بك يا اخي عويطة التازي، ذكرتينا بايام عويطة والمسافات الطويلة يا اخي مرحبا بك. مرحبا متتبعي الكرام متابعي قناة شوف تي في على هذا البث المباشر، جولة بمدينة تازة، جو جميل جميل ورائع، جو اكثر من ممتاز، حق الله الا اكثر من ممتاز. غادي نديرو دورة نشوفو واش كاين، دورة نشوفوا واش كاين التزام ديال المحلات التجارية بمدينة تازة. متابعي الكرام سي عبد اللطيف تحياتي، تحية لك ايضا يا اخي سيمو، سيمو صباح النور خويا العزيز، صباح النور خويا تبارك الله عليك. جما سلام، وعليكم السلام يا اخي جما، وعليكم السلام، سلام خويا عبد الله مرحبا بك في القدس، ان شاء الله نوصلوا للقدس دابا يا اخي، نشوفوا في القدس واش المقاهي حالين ونشوفوا واش المطاعم حالين. وبالنسبه للناس راه المقاهي والمطاعم ماشي غادي يحلوا بصفه رسميه ويطلقوا الكراسة والمسائل، ولاني خدمه الطلبات السريعه لي زومبورتي يعني سير كوموند. المساجد مازال يا اخي ما كاينش قرارات فتح المساجد، نتمنى وان شاء الله نصلي في مساجد مدينه تازة. ادم السلام ورحمه الله يا اخي، علي السلام يا اخي السلام، متتبع الكرام مرحبا بكم في هذا البث المباشر الصباحي من مدينه تازة، وهذه الجوله الخفيفه بالمدينه. نتواجد امام الوقايه المدنيه بمدينه تازة، نتواجد امام الوقايه المدنيه بمدينه تازة. متتبعي الكرام سي محمد تحياتي يا اخي محمد، مرحبا بك يا اخي محمد. سي ياسين محمد السلام يا اخي،
مجموعة من النقاط الأمنية كتواجد في مدينة تازة. لها الشكر والاحترام على المجهودات ديالها الجبارة. أجل يا أخي سعيد، أعتذر يا أخي، نقسم السرعة يا أخي، نهارك مبروك. كان مرحبا مجموعة من المقاهي ما كتبالي حتى شي نقها فاتحة. صباح الخير عبدو، مرحبا يا اخي، جود مورنينغ تازا الفقة، ما تازا يا تازا، شكرا مراد، صباح الورد، شكرا دوك، مرحبا بك يا اخي. كان مرحبا مجموعة من المقاهي حتى وحدة ما كتبالي فاتحة، على ما اظن كتكون داك كيعطي داك المقهى الخدمة السريعة على ما اظن. كيبان لي المقاهي كتساعد المتسبعين الكرام. شوف واحد مجموعة من المقاهي هنا كيبان لي ما خدامش. زفزوف ندوزو لها يا اخي، مرحبا. لا ديما كندوزو من داك الجهه يا اخي، ديما كندوزو من داك الجهه يا اخي. مجموعه من المقاهي اللي مازال سادة، المحلات ديال او المطاعم مازالين سادين بمدينه تازة. نحن مباشره بهذا البث المباشر هنا كنشوفوا مقاهي، راهو كاين مقاهي هنا اللي عاد كيديروا النظافه ديال المقهى لحقاش مده. كاين حركة في مدينة تازة، كاين حركة في مدينة تازة، كاينة حركة في مدينة تازة، كاين مقاهي مازالين سادين، كاين مطاعم مازالين سادين، كاين إدارات كيخدموا غير من الشباك، يعني كاين مازال كاين انضباط واحترام الحجر الصحي بمدينة تازة، الحمد لله، الحمد لله. الحمام يا اخي مازال يا اخي الحمام ما فتحش، الحمام غادي يكون هو اخر حاجه ممكن تفتح قاش جموع. قال لك رشيد اللي ما قش في قهوه يشرب قهوه في الدار. يا اخي بالنسبه للبلياد القهوه بليتها بوحده يا اخي، الواحد ولف داك الجو انه يقص في القهوه وياخذ قهوه ديالو. دابا الجو القهوه ديال الدار ماشي هو الجو القهوه ديال الزنقه يا اخي رشيد، حتى راه باليوم من نوع خاص يا اخي. دوز ليا القطش، مرحبا بك يا اخي، مرحبا. Yeah.
متتبعي الكرام، متتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة تازة ولقاء تواصلي. ونشوفوا كيرا الأجواء بعد قرار فتح المقاهي والمطاعم بالمدينة. إن شاء الله الحاجة الصحية راه غادي التدريجي إن شاء الله بعد عشرة شهر ستة. نحن لا نعلم بالغيب، ولكن أكيد 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 الحجر الصحي 10 شهر 6 هو آخر يوم في أيام الحجر الصحي بإذن الله. متتابعينا الكرام، تحية من إيطاليا، شكرا سيم هدي، شكرا نزل إيطاليا. الحلاقة أمل، شكون هي الحلاقة أمل؟ لا نعرف اسم بي شي وحده سميتها حلاقه امل يا اخي. بالنسبه للحلاقه يا اخي مازال ما عرفنا، وهاد النهار عندنا لقاء مع احد انا كاين شي مخالفه يمكن متتبعينا الكرام، انا كتبان لي كاينه شي مخالفه متتبعينا الكرام، يمكن هنا شي مخالفه متتبعينا الكرام. انا راه كتبان لنا شي مخالفه، كتبان شي مخالفه متتبعينا الكرام. نشوفوا اش يدير البوليس مع هاد السيد، حقاش راه مازال جاز المخالفه. عباد الله الناس اللي كتجي خارجه بلا ورقه، يا عباد الله الناس اللي كتجي خارجه بلا ورقه يا عباد الله، راه الا شدوك وعندك شي ما عندك شي غرض، ماشي داك الغرض اللي غتقضيه ولا شدوك شي حاجه، راه غيتصلوا لك بسيارات الشرطه. حنا درنا جوله في المدينه، شتو النقط الامنيه، ولكن داك النقط الامنيه متتبعي الكرام راه ما كيلعبوش. انا في مدينه تازة عايش كنلقى تشديد امني، ماشي تشديد امني، تطبيق الاوامر الرؤساء ان صح القول. انا على ما ظني راه يمكن غتجي السياره ديال الشرطه لهذا السيد، يمكن عنده اما ما عندوش الورقه ولا شكرا يا اخي مراد، مرحبا بك يا اخي مراد. او عاوتاني جزر اخر، يا اخي بالنسبه للقهوه الى قريتي البالغ، بالنسبه للقهوه يا اخي راه كتخرج تاخذها اون بورتي، كتمشي عند السيد كيعطيك قهوه وتخرج. وهالين الورقة إلا خرجتي القهوة راه ماشي مول القهوة اللي ما بغاش يعطيك القهوة، راه الشرطي إلا قبطك بلا ورقة يا أخي الجزر. دابا راه حنا حدا واحد المخالفة، يمكن بحال والو هذا الراجل غادي يعيطوا له السيارة ديال الشرطة باش يمشي للمخفر يشوفوا اش عنده. سلام، شكرا وبركة، الحمد لله وبركاته. نمشي دابا للجيل، هنايا غادي تجي سيارة ديال كنت غالبا غادي تجي سيارة ديال
ديال الشرطة غالبا. نوقفوا هنايا غالبا غادي السيارة ديال الشرطة. نوقفوا هنايا المخالف. باش تشوفوا كيفاش العملية كدوز في مدينة تازة، ديال العملية الأمنية في مدينة تازة كيفاش كدوز. راه واخا كاين قرار رفع الحجر الصحي بمدينه تازه، بعدين نهضروا على مدينه تازه لحقاش بحكم اننا قناه شوف تي في مراسل ديالها بمدينه تازه. راه كاين الجزر، كاين هنا نقط امنيه كما كتشوفوا متتبعي الكرام. ها انت كاين جزء هاد جوج الناس يمكن عندهم اما ما عندهمش ورقه ولا ماشي شي بلاصه ماشي المكان ديالهم غادي تكون. مدينه تازه راه صفر حاله، مدينه تازه صفر حاله، مدينه تازه صفر حاله. انا غالبا السيدات وريني ورقتك الرجال. وبالنسبه لهاد السياره راه كاين واحد رجل الامن اللي هاد كيراقب السياره، ورجل الامن هنا كيراقب المخالفين الراجلين. هما كما كنشوفوا سيارة الشرطة راها جاية كما كنشوفوا متتبعي الكرام. هانتوما كما كتشوفوا متتبعي الكرام هكا العملية بمدينة تازة، هذه هي العملية بمدينة تازة. جزر المخالفات بحال الطريقة ديال العملية بمدينة تازة متتبعينا الكرام. العملية بمدينة تازة جزر المخالفات. صفر حالة بمدينة تازة راه
ارتأت السلطات على رأسهم عامل إقليم باشا الإقليم رئيس الأمن بمدينة تازة مجموعة من القيادات ومجموعة من الناس أصحاب السلطة في المدينة وداخل تازة أو بليغيجيو النواحي أنهم ارتأوا أنهم يحاربوا الجزر بهذه الطريقة هذه. تحت رمات الشيف انتما كما كتشوف سماكم تحية. انتما كما كتشوفوا مستمعي الكرام حضرتوا معنا احنا خرجنا نديروا جولة على المحلات اللي ما فيهم وحضرنا على 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 جزر المخالفات يعني نقطة أمنية وهذه النقطة الأمنية اللي وقفنا معها دابا راه نفس النقطة الأمنية بمدينة تازة كيتعاملوا بنفس الأسلوب السيارة راكب اللور زائد الورقة ديالك والراكب ولا كانت عندك تا ورقة واللي معاك ما عندوش الورقة راه غادي يعيطوا لسميتو للسيارة الأمن. وبالنسبة للناس اللي كتمشى على رجليها صحابك لهم راهم كتمشى وراه لا 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 الأمور عادية راه مازال ممنوع عليك تخرج بدون ورقة الخروج. هانتوما حضرتوا معنا في واحد النقطة أمنية على غفلة جينا غير على غفلة بغتة جينا وحضرتوا أربعة الناس مخالفين قوانين الحجر الصحي خرجوا بلا ورقة يمشيوا لمخفر الشرطة. وبالنسبة للناس اللي كيمشيوا لمخفر الشرطة راه ماشي داير جناية ولا مرتكب جريمة ولا لا كيمشيوا كيتحققوا من الهوية ديالك وكيطرحوا عليك بعض الأسئلة وكيشوفوا شنو واش السبب اللي خرجتي بلا ورقة ولا السبب اللي خلاك أنك تخرق الحجر الصحي وديك الساعة كاينة المسطرة كتطبق عليك. متابعينا الكرام الحالة بمدينة تازة مرحبا بكم متابعي الكرام على قناة شوف تيفي. دابا كنتو غادي نتوجهوا من حي القدس والمسيرة بين الأحياء المشهورة بمدينة تازة الأحياء المشهورة القدس عطى أبطال ومن كنسمعوا القدس كنتفكروا كرة اليد حقاش أغلب ممارسي كرة اليد بدون نفاق بمدينة تازة كانوا أبناء القدس أغلب وعاوتاني تما نبطق واحد فريق ديال كرة القدم اللي تسمى القدس الرياضي التازي نسبة إلى منطقة حي القدس وليس نسبة إلى القدس الشريف بفلسطين. هنا القدس واحد منطقة سكنية مكتظة بالناس نشوفوا كرا الأجواء ديال الحجر الصحي وكيفاش هنا قرر فتح المقاهي مطبق. أنا على ما اعتبرت بأن الناس سيقوا المقاهي ديالهم كاين اللي مازال ما فتح الناس سيقوا المقاهي ديالهم وكيديروا داك الكافي أمبورتي وعليكم السلام أمتي أميرة أم محمد سلام يا أخي محمد مرحبا بك يا أخي على قناة شوف تي في يا أخي مرحبا بك يا أخي على قناة شوف تي في مرحبا بك.
متتبعي الكرام متتبعي قناة شوف تيفي، صباح الخير عليكم، مرحبا بكم في هذه الجولة الرمضانية، جولة الصباحية رمضان. هنا عندنا في مدينة تازة مازال داك الطعم ديال رمضان مازال عايش معنا. اختي ديري كماما وطلعي طلعي للطريطوريا اختي، وما دايرهاش كماما وماشي كتمشي في الشانطي ولا إله إلا محمد رسول الله. بالنسبه للمقاهي يا اخي محمد، بان لي حتى واحد محل، ولاني ما عندكش حق تحل، عندك الحق تخدم غير لي زومبورتي، يعني تعطي داك اما الوجبه السريعه بالنسبه للاكل او داك القهوه السريعه. مسدودين يا اخي، مسدودين 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 مسدودين. نحن نتواجد منطقة القدس متتبعينا الكرام، بمنطقة القدس متتبعينا الكرام. هنا من هنا واحد البليسه كيتباعوا فيها الخضر والفواكه في منطقة القدس بحي القدس. سلام من ايطاليا بنت مدينة تازة، مرحبا يا اختي سميرة بن زباير بن زبير. سلام يا اختي بك وبمدينة تازة، اي بلاصة في تازة يا اختي سميرة تذكرين الحي اللي كتسكني في مدينة تازة، نقدموا لك التهاني باسمك وباسم الحي ديال مدينة تازة اللي كتسكني فيه يا اختي. مرحبا بك سي محمد ادريس، صباح الخير مدينة زاكورة، مرحبا بك يا اخي ومرحبا بالناس ديال زاكورة، ناس الملاح، الناس الرمال المغربية الجميلة، الرمال المغربية الجميلة، أبى من أبى وكره من كره، والجو المشمس الجميل بزاكورة يا أخي. خالي يا خالي وخالي يا خالي، اسم جميل هاد خالي يا خالي، اسم غزيول غزيول. تحية بك يا أخي من خنيفرة، وتحية بكم أحبابك في مدينة تازان والناس ديال خنيفرة يا خالي يا خالي. مرحبا بك يا اخي بلاك، طريق الوحدة، تحية الناس طريق الوحدة يا اختي سميرة. سي الحق سلام عبد الحق الدار البيضاء المقيم بواشنطن، اسلم عليكم جميعا، تحية لك يا اخي. سلام عليكم من ايطاليا الناس القسوس، تحية لك والناس القسوس اهل. المهم تحية لكم الناس المغرب والسلام عليكم. من اين انت يا ستيفن بلاك، اي مدينة انت يا اخي ستيفن بلاك، لنقدم التحية للمدينة ديالك يا اخي ستيفن بلاك، ومرحبا بك على قناة شوف تي في يا اخي، نرحب بك وترحب بك القناة ايضا يا اخي. محمد حسن
كنت غل يا حشومة عليك يا أخي محمد حسن، تعليقاتك فوق راسنا وعينينا يا أخي محمد حسن، ولكن يا أخي راني كنسوق يا أخي محمد حسن، راك عارف الطريق عامرة شوية وكنسوقو يا أخي. مرحبا بك في أي وقت يا أخي محمد حسن، قلنا من أي مدينة أنت؟ وتحية المدينة التي تتواجد بها يا أخي محمد حسن، تحية. سلام خويا، تحياتي، شكرا شكرا، هلا مرحبا. البلاد وحشنا البلاد، مرحبا بك في البلاد ان شاء الله، دي حيله الحاج الصحي، والف الف مرحبا. صباح الفل والياسمين، جمعه مباركه حبيبه، شكرا يا اختي حبيبه، شكرا يا اختي حبيبه، الله يحفظ بلادنا، امين يا سي عبد الحق، امين امين امين، الله يحفظها من الوباء. سيمو ودمليل، تحية لك ولناس ودمليل يا أخي، مرحبا بك ومرحبا بالناس ديال ودمليل أخي. وجدة سلام سي وجدة من لوك، تحية الناس وجدة وناس ديال فرنسا، مرحبا بكم متتبعي الكرام متتبعي قناة شوف تيفي في هذا البث المباشر من مدينة تازة. غادي يكون عندنا الساعة الثانية عشرة هذا النهار لقاء مع احد اصحاب صالونات الحلاقه للنساء، نشوفوا مدى تاثير زمن كورونا على صالونات الحلاقه الخاصه بالنساء. متتبعينا الكرام، مدى تاثير اصحاب الحلاقه متتبعينا الكرام، تحيه لرجال الشرطه بمدينه تازة، تحية لرجال الشرطة بمدينة تازة كما كتشوفوا، فتحية لرجال الشرطة بمدينة تازة، تحية لهم. المجهودات ديالهم، الأرقام تخلع أخي عبد الله، هادشي مازال ما خرجناش للمرجان خلاص الله، ما يكون غير خير يا أخي سلام. كما كتشوفوا الأمور الأمنية، الأمور ديال السلطة هي قائمة بالواجب ديالها. تحية لرجال الأمن، رجال السلطة، عمالات إقليم تازة على رأسهم عامل إقليم، باش الإقليم، القوات المساعدة وقوات الوقاية المدنية ورجال الوقاية المدنية متتبعينا الكرام، مرحبا بكم على قناة شوف تيفي. هنا كتواجدوا أمام الولاية، المديريه الاقليميه للامن بمدينه تازة او ما يعرف بالولايه، هذه هي المديريه للامن الاقليمي بمدينه تازة، هي هذه غتكون هانتوما كما كتشوفوا، هي هذه المديريه الاقليميه للامن كما كتشوفوا. تحيه لرجال الامن بمدينه تازة، وتحيه لهاد الناس ديال الامن بالاقليم ديال تازة على الاعمال الجباره ديالهم، تحيه لهم تحيه لهم. تحية شوف تيفي، مرحبا سميرة يا أختي، مرحبا بكم، مرحبا بالناس ديال إيطاليا يا أختي سميرة، مرحبا مرحبا. تحية تقدير لرجال الأمن القائمين بالواجب، تحية تقدير. هنا كما كتشوفوا رجال الشرطة بمدينة تازة قائمين بالواجب ديالهم على أكمل وجه، رجال الشرطة بالمدينة بمدينة تازة قائمين بالواجب ديالهم على أكمل وجه متتبعينا الكرام. يا أخي بعد قليل غنديروا الحصيلة. ستيفن بلاك كنشوفك، مرحبا يا اخي ستيفن بلاك، الشرف لي يا اخي. تحياتي لرجال النظافة، ايضا لرجال النظافة، نعتذر نسينا رجال النظافة، نعتذر، غادي نحاولوا نشوفوا شي يوم خصيص لهاد رجال النظافة ونخرجوا معاهم في جولة، فنعتذر. متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم على هذا البث المباشر، غادي نخليكم دابا باش نديروا حصيلة الصباحية من وباء كورونا أو الكوفيد 19. لكم تحيات طاقم شوف تيفي وإدارة شوف تيفي، كان معكم عبد الله من مدينة تازة، تبارك الله عليكم.